الى شاشه الاهلي في المونديال، وكريم سعيد كابتن هاني واحمد ثابت اشرحوا لنا اكتر واكتر. محضرين لنا ايه؟ طب احنا هنتكلم طبعا عن اوراوا ريدز منافسنا القادم على البرونزيه، واكيد عايزين برضو نحط مبدا قبل ما نتكلم في اي شيء، ان اللي شاف مباراه اوراوا ريدز النهارده ومانشستر سيتي، وطبعا المباراه من جانب واحد، هي مش مقياس لاي شيء. طبعا في فجوه زي ما قلنا ما بين الكره الاوروبيه كابتن هاني والكره بصراحه أكيد. حاليا في اسيا وافريقيا او حتى امريكا الجنوبيه بقى واضح جدا في فجوه كبيره. فطبعا النهارده ما حدش يظن ان فريق اوراوا ريدز فريق سهل، لا هو فريق مش سهل، هو بس النهارده طبعا بيلاعب سيتي، وكان واضح جدا ان اللعيبه يعني رهبه المباراه وخايفين قلقانين جدا، وبالتالي مانشستر سيتي قدر ان هو يكسب بثلاثيه بسيطه وسهله. وكمان انا في وجهه نظري هم قللوا الاداء بعد ما جاب الجول الثاني، خلاص الجول الثاني يعني هو نظام ايه، ما تدوس عليهم يعني انتهى الموضوع. طيب تسمح لي بس اقول لك برضو بعض الحاجات من على يلا كوره. الاهلي فريق مختلف عن مانشستر سيتي، واجهنا صعوبات في اختراق دفاعات مانشستر سيتي، واعتقد ان هناك فرق كبير بين المباراتين، ستكون مواجهه الاهلي مختلفه. ده سكورزا المدير الفني لنادي اوراوا. يعني انا حبيت ان انا اقول برضه، يعني هو بيقول لك طبعا اسمه ان الاهلي اكيد اقل من مانشستر سيتي، وبالتالي وقال ان مباراتنا ضد النادي الاهلي ستكون صعبه، وعلينا الاستشفاء جيدا قبل هذه المواجهه. نستعرض تشكيل اوراوا الياباني، نشوف المدرب سكورزا البولندي بيلعب ازاي. بيلعب 4-2-3-1 دايما. اخطر حاجه في الفريق الياباني السرعات، الظاهرين طايرين على طول. ده مبدئيا كده اول حاجه هنقابلها. طبعا في حراسه المرمى شوساكو رقم واحد، عنده 37 سنه. عندهم اتنين مساكين، الكسندر ده من الدنمارك، ده اهم لعيب في الفرقه. المساك اللي هو رقم 28 ده اهم لعيب في الفرقه، عنده 31 سنه، واكتر لعيب بيعمل تمريرات صحيحه في الدوري الياباني. جنبه ماريوس المدافع الثاني من النرويج، يعني واحد من الدنمارك وواحد من النرويج. ايكوموتو الباك ليفت، وده باك شمال سريع جدا. اسكيني الباك رايت، ده فاتح على طول الملعب، وده ان شاء الله لو باذن الله نكسب في المساحه اللي في ظهره، لانه دايما بيبقى طاير طول الماتش. كمل يا كريم. طب خط الوسط طبعا احنا عندنا في اتنين، ايواوا وايتو. الاتنين دول يا كابتن هاني برضو نفس فكره فلومينيزي، بنتكلم على اتنين هم تشوفهم مركز 8 اكتر من فيهم مركز 6. في بقى واحد انا عايز نبقى نبص عليه كتير، وان هو في وجهه نظري واحد من ابرز نجوم الفريق ده، اللي هو اوكوبو، وهو اسمه شبيه شويه طبعا باللاعب الياباني الشهير دلوقتي في ريال سوسيداد اللي واخد الزخم الكبير، كوبو. يعني كوبو هنا اللي هو في اوراوا ريدز، هو مش كوبو بتاع ريال سوسيداد، هو لا قرايب، بس الى حد ما برضه هنشوف نفس الاداء اللي هو الجناح مهاري جدا، بخلاف بقى ما كنا بنتكلم على لعيب ارياس بتاع فلومينينزي، ده راجل بياخد الكوره ويطلع دريبلينج ويجري واللي يحصلني. لا، هنا الفريق الياباني فريق عنده مهارات، وبصراحه انا في وجهه نظري اهم مباراه الجهاز الفني محتاج يتفرج عليها مباراتين الفاينل بتوع الهلال يا ثابت، يعني المباراه الاولى في كاس العالم اللي لعبوها قدام الفريق المكسيكي اللي هو ليون. اوكي، بس انا عايز اقوله ايه، ان ماتش الهلال يا كابتن هاني هتحس ان المباراه متشابهه بالماتش بتاعك، الاداء متشابه، فريق عربي وفريق او فريق اسيوي، الموضوع قريب شويه. وفريق اوراوا ريدز بصراحه من الفرق اللي بتلعب كوره حلوه، وعندهم استحواذ، وعندهم طبعا يعني لعب مهاري الاثنين، وطبعا اكيد عندهم مهاجم غيني، مهاجم افريقي، كانتي، لعيب طويل وبدني قوي، بس النهارده انا شفته بصراحه في طبعا كان مختفي تماما، بيلعب في منتخب غينيا اصلا. لعب قدامنا في ماتش مصر وغينيا اللي مصر كسبته 2-1 النهارده، الماتش الاخير في تصفيات كاس الامم. ما اعتقدش ثبت النهارده للفرج على المباراه شاف منه اي بس حاجه، بس هو مهاجم كويس، ان هو كان واقف عنده ادوار دفاعيه اكتر من الادوار الهجوميه. والنهارده بصراحه برده خلي بالك يا ثابت، كان هم قدام الهلال يا كابتن هاني عملوا ضغط عالي، يعني فريق اصلا اوراوا ريدز بيعمل ضغط عالي، النهارده طبعا قدام السيتي لا يجرؤ انه يعمل كده، فكان بيلعب زون ديفنس، وكانتي واقف عند نص الملعب. نجيب الحالات بقى، نبدا نشرح الفرقه بتلعب ازاي. وفريق اوراوا الياباني زي ما كريم قال، اوكوبو ده خطير جدا، وده هيلعب في المساحه اللي في ظهر معلول. هنا السؤال هيبقى لمارسيل كولر، هل اريح معلول في مباراه زي ديت، ولا ادي فرصه لكريم الدبيس بيبقى جاهز بدنيا خاصه، نبدا على طول ماشي ببناء الهجمه. هم عندهم فكره في بناء الهجمه،
ان دايما لا ارجع معلش الصوره الاولانيه بص مش هتلاقي الباك اليمين في الصوره ولا الباك الشمال الاثنين طايرين معديين نص الملعب كمان يعني. بيبازوها لحارس المرمى حارس المرمى على طول بيلعبها لمين للباك رايت بالذات اللي هو الباك رايت سكيني رقم 14 هات الصوره اللي بعدها كمل هتلاقي اتلعبت له فاذا انت هنا لازم الباك الليفت هنا هيبقى عليه دور مهم جدا طب والجناح فين بقى الجناح دايما بيخش لجوه دخل لجوه اللي هو اوكوبو دايما تمام. بيخش لجوه والظاهرين طايرين فاتحين فانت تمام. لو قطعت الكوره تقدر ان انت تضربهم في ظهر الظاهرين تحديدا هات الصوره اللي بعدها نفس الشكل حارس المرمى بتتلعب له الاثنين الظاهرين طايرين لقدام دي عمليه البيلد اب بتاعهم بناء الهجمه بتاعهم بنفس الشكل ده كمل هات صورك نفس الشكل برده هنا برده مش هتلاقي لا الظهير الايمن ولا الايسر موجود في الصوره دايما الحارس بالناس اللي بتلعب برجليها كويس تمريرات طوليه اسلوب لعبهم لعب مباشر بعمل تمريرات طوليه في ظهر الظهيرين للظهيرين يعني الايمن والايسر كمل هنا برده هنا مثلا بص حضرتك الباك اليمين والباك الشمال فين فاتحين عرض الملعب ازاي دايما في كل كوره عشان كده انا فكرت هل ممكن نلعب بثلاث مدافعين مثلا يعني تحط ثلاث مساكين يعني ليبرو في النص بحيث ان انت تعمل حمايه المعلول وتعمل حمايه لمحمد هاني مثلا يعني دي برده من الافكار ممكن تبقى في مارسيل كولر خاصة لأن الظاهرين فاتحين عرض الملعب وسرعات ما كان بيجري رايح جاي انت على فكرة لا ممكن تستغل ديت زي المباراة اللي فاتت انك لو قطعت الكرة يبقى المساحات اللي وراهم مساحات تقدر بس هنا مختلف يا كابتن هاني هنا مختلف ان اوراوا ريدز سرعته في الارتداد اسرع كتير من فلومينيز ان هم النهارده احنا بنتكلم على فريق اللعيب الوحيد اللي عنده معدي ال 30 سنه المرمى. هو الحارس ويشولز اللي هو المدافع الدنماركي والكابتن اوياوا والكابتن يعني 70% من الفريق حاجه و20 سنه تحت 30 سنه مباراه عكس المباراه اللي فاتت يعني مختلفه تماما عشان بس ما حدش يعني يفتكر ان انت بتلعب مباراه سهله بالظبط ده فريق سريع جدا فريق سريع كمل بقيه الحالات روبوتس كمل ماشي ده برضو بناء الهجمه هات قلب نفس هتلاقي برضو الظاهرين طايرين ما كان بيجري الباك اليمين والباك الشمال فانت هنا برضو ده سكولز اللي هو المدافع المميز رقم 28 الدنماركي ده الجون اللي جابوه في المباراه الاولى قدام ليون المكسيكي اتلعبت اسلوب لعب مباشر تمريره طوليه هم دايما اللي بيعتمدوا على الالتحامات والمهاجم كان بس ملاحظ بس هو انت يعني ما فيش حته البيلد اب من نص الملعب يعني ما فيش نص الملعب يستلم الكوره سته صح. يستلمها يديها لثمانيه من الواضح ان الواضح يا كابتن هاني ان الحالات هنا من ماتش ليون ليون كان عامل زون ديفنس ومقفل انه بيلعب تقريبا بثلاث او اربع لاعبين في نص الملعب فكان مانحهم لان فريق اوراوا ريدز مع الهلال في ماتش العوده اللي هو 1-0 في اليابان لا كان بيقدر يخترق وبيعمل بيلدنج اب من نص الملعب هو بس على فكره بس المنافس هم كريم اكتر فريق عامل تمريرات طوليه في دوري ابطال اسيا فهم فكرهم يعني التمريرات الطوليه دي اكتر هم بيحبوها بالذات حارس المرمى بيروحوا تمريرات طوليه بص هنا برضو الضغط هم بيلعبوا 4-2-3-1 رقم 8 اللي هو كوازيمو وكانتي وكايتو واوكوبو الاربعه دول ده في اسلوب الضغط احيانا بيضغطوا عليهم صعبه ممكن تدلعهم اول حرفين تمام هو هنا لما بينزلوا تحت الكوره بالاربعه 4-2 ده اسلوب التنظيم الدفاعي بتاعهم بيدافعوا بشكل كويس جدا بص هنا برضو نفس الضغط كمل قلب الصور على طول هنا شكل الضغط هنا بقى خطوره الجناح اليمين اللي اتكلم عليه كريم اوكوبو ده واحد هنا هل ابدا بمعلول ولا الدبيس هكررها تاني هنا سؤال مهم ولازم حسين الشحات لو بدا قدام معلول يرجع لان اوكوبو الجناح اليمين من اخطر اللعيبه في الفريق ده اللي هو رقم 21 أنا دايما انا عايز اقول لك عشان اجاوب على سؤالك ده اعتقد مارسيل كولر هيبقى حاطط في دماغه ماتش سيراميكا يوم الاثنين طبعا ماتش سيراميكا يوم الاثنين انا يمكن خلال الحلقه بقول ممكن جدا يكون في تغيير 3 4 لعيبه من التشكيل يعني هو يريح لماتش سيراميكا انا اعتقد ان ممكن جدا يكون علي معلول مش موجود ممكن جدا يكون امام عاشور مش هيبدا يبدا بأليو ديانج وارد جدا انه كمان يبدا بطاهر محمد طه يعني دول الثلاث لعيبه او قفشه يعني قفشه نزل الشوط الثاني فانا ممكن اكرم برضو يروح ناحيه اليمين بالظبط لان انت ممكن جدا يعني حتى على المستوى البدني ممكن يقول لك ادي الناس اللي ما لعبتش يعني كمان عامل تنشيط يعني تنشيط وانت عندك كمان الباقي واللي خصوصا كله قريب يعني ما حدش رجليه بعيده عن الملعب بص حضرتك اللعبه دي ده رقم 8 اللي هو الجناح اليمين بص هيبص على الجناح ده الجناح الشمال بيبص على الجناح اليمين لعبها اوكوبو قاطع له هم دايما بيعتمدوا عليه في التمريرات ان هو بيلعب في ظهر الدفاع في السرعات هنا لو لعبت دفاع عالي اي فرقه هتلعب دفاع عالي قدام الفرقه بص خطور دي خطور خطر لان هم سرعات واليابانيين ممتازين في حته السرعات بص هنا التمريره اللي ضربت الدفاع دي ليوكوبو اللي جه
قدر ان هو يستغلها. انا هضيف بس حته على اوكوبو يا كابتن اسلام، ان اوكوبو بيخترق بشكل شبيه لمحمد صلاح ما بين المساك والباك وبين الفول باك. اوكي، ما بيخرجش، ما بيلعبش على الطرف، مش لعيب، مش لعيب خط يعني. لا هو لا هو ممكن يعمل، بس هو ماشي، بس هو بيخش ما بين السرد باك وانت كده مش واخد بالك، هوب المساحه ما بين الفول باك والمساك، وطبعا دي مساحه عاميه جدا محدش بياخد منها، بيخترق. وزي ما الصوره اللي جابها بالظبط ثابت، فدي نقطه مهمه جدا تفرق مع الجهاز الفني للنادي الاهلي في قرار انا هبدا اوقف دفاعي علي معلول او كريم. الضربات الثابته والركنيه متحفظينها بشكل كويس، زي فرنسا. فرقه يابانيه هنا الضربات الركنيه اللي هي طريقه القطر، اللي هو الخمسه ارجع ثواني، متجمعين خمسه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، خمس لعيبة وفي واحد واقف قدام الحارس عشان يعمل له بلوك يمنعه، يعني خمسة واقفين هنا وواحد قدام الحارس. فأنت لازم الضربات الركنية تكون مذاكرها بشكل كويس، خاصة إن الاثنين المساكين ألكسندر سكولز طوله 1.89 وماريوس النرويجي 1.84، هم أطول اثنين لعيبة في الفرقة. أوكي. فالاثنين المساكين اللي هو 28 ده اللي قدامنا في الصورة بالظبط، بيلعبوا عليه دايما، لازم يتعامل عليهم مان بشكل كويس في الضربات الركنية. الضربات الثابته برضو يعني واضح ان هم بيذاكروا. بص هنا اربع لعيبه في الضربات الثابته واقفين عشان يمنعوا الحارس، ممكن فرقه توقف اثنين بس، فرقه توقف واحد بس مع الحيطه، لا ده موقف اربعه عشان يعملوا بلوك للحارس ويقدر ان هو يشوطها. على فكره اللي كان بيشوطها ده اللعيب البديل اليكس تشالك رقم 17، عندهم اثنين هولنديين مهمين في الدكه، رقم 17 وبريان رقم 9، جناح ومهاجم اثنين هولنديين بس كبار في السن شويه. تعال نخش بقى في نقاط الضعف، ارجع بس للصوره اللي قبلها. هنا الفرقه دايما زي ما قلنا الظاهرين طايرين وفاتحين عرض الملعب، عندهم مشكله لو انت قطعت في وسط الملعب الكوره زي ما كنا بنشوف مروان عطيه لما بيقطع، بص الباكين فين، مش موجودين في الصوره اصلا. اذا انت هنا لو ضيقت المساحات وقدرت ان انت تعمل تنظيم دفاعي بشكل كويس ولعبت على الكاونتر اتاك قدام فرقه زي دي، انا شايف ان دي الطريقه المناسبه، ان انت تضيق المساحات، خاصه ان انت حالتك البدنيه ممكن ما تسعفكش قوي. انا ضيق المساحه والعب على الكاونتر اتاك زي ما عملت الماتش اللي فات، سواء حسين الشحات او بيرس تاو من هنا. بص هنا يقدر اللعيب اللي هو لابس اخضر ناحيه الشمال واللابس اخضر ناحيه اليمين يقدروا ينطلقوا، مساحه فاضيه خالص، مفيش باك رايت ولا باك ليفت، بس لازم تتعامل بشكل اسرع لان الارتداد عندهم سريع، والاستلام قرارك بيبقى اسرع شويه، تتعامل وبعدين في الملعب اكتر ما تستناهم يروحوا ملعبك وتطلع في ملعبك. ثلاث صور لا هات لي الصوره اللي فاتت يا سمير لو سمحت، اللي فاتت دي على فكره هو ده لو جري لناحيه الشمال ده فاللعيبه كلها هتتحرك كده، فهيبقى اللي جاي يجري ناحيه اليمين ده رايح للجون فاضي لو اتلعبت له صح، يعني فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ دي عايزه اسلام الشاطر هو اللي يعملها يعني بقى كده يعني قصدي حضرتك رقم 14 ده مثلا هيزق عليه هيروح أيوة عليه، ايوه ده قصدي كده، فهيكملوا ورا بعض فهنا هيبقى هتلاقي الحته دي اللي فضيت الناحيه الشمال تبقى فاضيه، ترحيل هو طبيعه الترحيل دي ناحيه الكوره، هتلاقي اللي هيعمل الاوفر من ناحيه الشمال هيعملها لو عملها صح ده جول صحيح جول، ولازم يبقى في تكمله كمان، يعني انت لازم يبقى الناس تزق جوه ال 18 بعدد يعني صح. نكمل اتفضل، هنا برضو الكره اتقطعت منهم في وسط الملعب، هنا برضو الباك اليمين والباك الشمال فاتحين. بص كمل هات الصوره اللي بعدها، هنا بص 3 على 2 لما اتقطعت منهم، 3 من الفريق المكسيكي على 2 من الفريق الياباني، فانت هنا الهجمات المرتده لو قدرت تنظم وتعمل نفس الشغل اللي انت عملته الماتش اللي فات تقدر ان شاء الله تعمل تكسب باذن الله تجيب برونزيه. هنا بص حضرتك علامه الاستفهام على الباك رايت، هو فين؟ واقف قدام، ايوه يعني هو فين؟ معلق يعني. معلق قدام هنا فين. تقدر المساحه ورا كبيره جدا لان هو اصلا في البيلد اب، لما اتكلمنا على البيلد اب هم بيجروا بيعدي نص الملعب كمان، بيعدي نص الملعب فبتتلعب له، هنا الباك رايت فاتح خالص وهنا كانوا برضو اتلعبت. بص المساحه يعني دي ده انفراد اصلا ضيعها المهاجم، كمل كان يقدر يسجلها اصلا بس اتاخر. هنا لازم يكون في سرعه في القرار لان الفريق ده مسته عن الفريق اللي احنا كنا بنلعبه البرازيلي بسرعه جدا، سرعه الارتداد رغم ان هي مشكله عندهم في ان هم بس عندهم سنه بطء شويه في الارتداد، بس هم سراع يعني ايه تمركزهم هو اللي عامل المشكله، ان هو دايما بيبقى الباك رايت معلق والباك ليفت معلق فدي اللي عامله مشكله عندهم. هنا الجون اللي جابه مانشستر سيتي، ارجع الجون الاولاني لمانشستر سيتي النهارده برضه في المساحه في ظهر الباك ليفت، رغم ان هم كانوا مضيقين المساحه خالص قدام مانشستر سيتي النهارده، مانشستر سيتي كان بيلعبهم في نص ملعب يعني كوالتي سيتي هيخترق مهما انت تعمل يعني قدر السيتي برضه يختار. بص التمريره دي من ووكر كوفازيتش هنا اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه كابتن اسلام، التمريره بتاعت ووكر لكوفازيتش، بص هنا الباك رايت فين؟ معلق قدام خالص، ما ينفعش قدام فرقه زي السيتي خلاص خلصي. بص الباك رايت لسه ما رجعش، قدر ان هو رحل ففي مساحه في العمق فضت
قدر ان ايه يسجل منها كوفازيتش اول اهدافه مع مانشستر سيتي. طب حلو جدا، دي كانت اخر صوره معانا.